هذا هو الرياض من برا، دخيلة ديال الباب. ما عرفتش هاد البلاصة بالضبط شنو سميتها، فاس سميت الرياض بعدا ابن بطوطة. راه جاي في هاد الدرب هادا. دابا هذا هو مولاي دريس، مولاي دريس الثاني. ها هو لقيناه مسدود. سمحي لي نعطيك بعدا فلوسك. شكرا. مرحبا بك. وهادو اللي في الطبيصلات 300 المربعين هادو. واخا بكم. شكرا اخي. سي الدروبة تفاس هما الدروبة تفاس بوحدو. شنو هادي كانت مكتبة ديال القراويين. مؤسسة التجارة. راوي عرفت عرفت. شلاضة اللي كاينة في الموني ماشي هي الشلاضة اللي جاتنا. طاجين ديال الخضرة والدجاج، صراحة كيبان بحال الطاجين ديال الدار. خريزة خريزة اختي كاع ما كتاكل البطاطا، كتاكلش الخضرة. شو سميتها القرعة الخضرة كتخليها ليا قدامي. هادي كلها بخدمة المعلم. كيف صغير سمتي رقم واحد ولكن انت هي ماشي ماشي نفسو. هذا صوب اخر. هادي بخدمة المعلم وهذا الشيء هذا مطلق بالماكينة. هادي هادي راه دبانة راه باينة راه. تندير الخاطر
حوايج على الجول وراه شنو تحط واحد يبع زعفران باش تعرف الزعفران فيه انواع، كاين زعفران الحر وكاين زعفران العادي. كاين زيت قال كاين زيت 10 بزوج. هذا الحر هذا 12 هذا الحر. شوف هنا كيدير الزعفران الايراني الافغاني. شوف حد This is specially for mesh, for making bed springs, torches, sofa, and scarf. Work by set, same from another plants. This is the same from 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 the same تنصوبو التويب تنصوبو الناموسيات السعاجين كلشي وتنصوبو هادشي اللي عندنا في الباشمينة بحال هكا بحال هكا كاينين هاد الشكل هادو تا هما ديال الصالون بحال هاد الخدمانيات ميك ديس ويز ذا ماشين يس هادو كاين اللي تيديرهم في الطبيب السلام عليكم، نتمنى تكون على خير وبخير. بغيت نوريكم الفطور ديال هاد الرياض. هذا هو الفطور ديالهم، كيجيبوا لك العصير الليمون ومع البغرير والمسمن والبيض وخلاص، مع الفرماج والزبدة والعسل وشوية ديال الكاطو. مازال غيجيبوا لنا والنأتاي والقهوة. مبغيتش نصور لكم قدامي جالسين الناس كيفطروا حتى يخوى شويه الدنيا، ونصور لكم الجلسه كي دايره. صراحه جلسه واعره. ايوا اتاي كيجيبو الكريم بزاف غنوريكم الشامبر، ما وريتهاش لكم فاش دخلت، انا غنوريها لكم قبل ما نمشي. المهم هذه هي الدخله، هذه هي الدخله ديال الشامبر. على يديها ديال اليمين كاين حمام وطواليت. شي على السريع راني خصني نخرج دغيا. عندي هاد لي طواليت، كاين واحد لي جا لتحت، وهنايا مع الدخل مباشرة كاين الحمام. وعلى ديك اليسار كاين واحد ماريو دايرين فيه الملايات والمخاد زايدين ولا المعالق ديال الحوايج. خصني نشوفكم هنايا الحمام، ها هو هنا. على يديك اليسار كاين الفوطات والبنوار.
طواليت. هذه هي الخريجة ديال الحمام، وهنا السشوار ديال الشعر. خلاص من هنا كنطلعوا على الوسط ديال الرياض. وهنا انفاس مع الدخله كاينه الدخله ديال الشامبر. ناموسيه كبيره وفيها جوج كنابيات. اختي جالسه هنا ما خصنيش نشدها. كاينين جوج كنابيات هنايا، واحد هنا وواحد على اليمين. هيا ناضت. هيا وكاين التلفازة هنايا. هيا التلفازة وجا الشراج مكبار كيطلع على الوسط ديال الرياض. وصراحة الناموسية راه كبيرة كبيرة صراحة، زوينة. راه كتهز هاد الشامبر ربعة ديال البلايص صراحة. داكشي تقليدي ديال السلاطين، كتحس براسك في داك الوقت ديالهم. وهاد لي طابلو هادو خلاص راه معروفين. دايرين هنا واحد الفيترينا والطابلو هنا. صافي هذه هي لا شومبر. انا الصراحه عجبتني بزاف، وعجبني حتى الموقع ديال هاد الرياض. ما جايش بعيد بزاف وما جايش في الوسط ديال المدينه القديمه. المدينه القديمه راكم عارفين الصداع اللي فيها، الطاكسيات ها اللي كيجي المدينه القديمه. هذا ما جايش الوسط، جاي شويه بعيد ب 15 دقيقه كما قلت لكم، ولكن راه بعيد ما قريب. هو هذاك. هنايا غادي نقول لكم بسلامه والله يعاونكم. نتمنى الفيديو اليوم يكون عجبكم ونكون فتكم شويه وتشوفوا هذا الرياض، هذا يقدر يعجبكم. واللي بغى يجي ليه راه سميتو رياض ابن بطوطه. رياض ابن بطوطه في البطحه، ما عرفتش هاد البلاصه بالضبط فين نعتها لكم، راه سميتها البطحه. وهنايا غنقول لكم بسلامه الله يعاون. على كل اللي حدا يعيش في المدينة، وانت حتى تكون مني عشان تجيب زيارة لأخويا.